اللائحة دي. مظبوط. حضرتك شايف إن هي مختلفة عن أي مرة سابقة وأنت من خلال جولاتك؟ هي مختلفة إن ما فيهاش طبعا يعني ما فيهاش قائمة تانية موجودة. الموضوع شوية أنا شايف إن في فرصة ليا طبعا إن أنا أظهر بشكل كويس من خلال برنامجي أو من خلال أفكاري أو من خلال كلامي مع الأعضاء. شايف إن لا، الموضوع مختلف شوية، مش صعب زي المرات اللي فاتت أو زي المرتين اللي فاتوا بالأخص. يعني كانت المرات السابقة أصعب شوية؟ بالظبط. ليه؟ أكيد كان في طبعا أول من المرة اللي قبل اللي فاتت كان المهندس محمود طاهر كان قدام الأستاذ إبراهيم المعلم. أي كان كل واحد نازل بقايمة طبعا. هنا الناس قايمة ذات تقيلة ثقل وقايمة وهنا الناس تقيلة. ذات ثقل. أكيد المرة اللي بعدها المهندس محمود طاهر بقايمته، كابتن كابتن محمود محمود الخطيب الخطيب دخل بقايمته. بقايمته، كلها أسامي ليها تاريخ جوه النادي في كل المجالات. في الحالتين قوائم تقيلة. مظبوط. فكان الموضوع شرس شوية. المرة دي شايفه أهدى طبعا. فممكن الواحد يظهر بشكل كويس في تفسيرك للهدوء ده ايه يا دكتور محمد؟ نجاح أكيد للمجلس طبعا. نجاح للمجلس. نجاح للمجلس أكيد. الكابتن محمود المرة اللي فاتت وهو ساعة الندوات وساعة الترشح كان عامل برنامج عائلة الأهلي، حقق منه طبعا جزء كبير جدا في مختلف الفروع وأنشأ الفرع الرابع. فطبعا ده كان طبعا يعني أكيد خلاص، وناجح على المستوى الرياضي وناجح على المستوى الإنشائي وناجح على مستويات كتير جدا. فأكيد صعب إن هو يعني حد ينزل قدامه دلوقتي وينافسه، يعني هو الراجل محقق نسبة كبيرة جدا يعني من اللي هو قاله قبل كده. هل انت حضرتك بتلمس ده عند الاعضاء في جولاتك؟ طبعا أكيد في حاجات متحققة كتير، في بعض الحاجات المطالب. حاجات بعض المطالب طبعا، والمطالب مش رهيبة يعني، حاجات كلها خدمية. بسيطة، حاجات خدمية أكتر طبعا. ولكن على مستوى الرؤية لا، الموضوع لا تمام. فكرة القائمة تفضلها يعني أكيد. كفكرة عامة للانتخابات، بحيث ان كل مرشح معاه التيم ورك بتاعه اللي هيشتغل معاه. مظبوط. أكيد طبعا القايمة بتدعمك، بتلاقي فيه ناس حواليك وبتلاقي فيه دعم نفسي ودعم إعلامي ودعم حاجات كتير طبعا. وفي العمل بعد كده الأمور داخل المجلس بتبقى أهدأ وأفضل، جوه النادي اللي الأهلي هو الروح المتجانسة. مظبوط صح. بس جوه النادي الأهلي كله بينخرط في كله الآخر، خلاص بيدخل في احنا الإطار. اتعودنا على كده وحصلت قبل كده. أيوة. حصلت قبل كده. طيب أنت مدينة نصر من البداية، يعني مظبوط. أنا قلت لك أنت كان عندك سنتين لما النادي لما أنشئ، النادي انشئ فأنت بالظبط. بدأت معاه. بالظبط. اختلف كتير لا في طبعا إمكاناته والمرافق بتاعته طبعا وخدماته؟ طبعا طبعا. كان ضوابط اختلف كتير عن زمان في نقل طبعا. بعض الملاعب اتنقلت، اتغيرت مكانها. البوابات حاليا اتغيرت بشكل حديث جدا وعلى اعلى مستوى. طبعا سلسله المطاعم اللي انشئت في الفتره الاربع سنين اللي فاتت مجلس الكابتن محمود طبعا. لا اتغير كتير طبعا. انت حضرتك كعضو متفاعل مع النادي مبسوط من اللي موجود؟ اكيد طبعا. لا في روح زي ما بقول لحضرتك، هي يعني بس ايه بعض المطالب الخدميه اللي بسيطه جدا اللي ممكن تتحل، انما على مستوى الانشائي لا الموضوع. هنيجي طبعا لكل التفاصيل اللي انت لمستها من الساده الاعضاء واللي انت عايز تعملها مع الاعضاء في حال توفيقك باذن الله. ان شاء الله لكن باذن الله. انت كمشجع اهلاوي متابع الانتخابات بشكل حاسس ان الناس متفاعله معاها؟ أكيد انتخابات النادي الأهلي ده حدث كبير جدا يعني. إن عضو النادي الأهلي يبقى بيشارك في قرار زي ده أو ينزل ينتخب، هو زي عيد زي ما بيقولوا يعني. أنا بنزل بشارك
في اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي أو مجلس النادي اللي أنا عضو ليه، وهو مش أي نادي، ما هو النادي الأهلي. فطبعا دي حاجة هيرتبط بيه الجماهير، ملايين الجماهير. بالظبط، مش زي يعني أي نادي اجتماعي قصر على أعضائه وخلاص. لا، مظبوط. أنت بتنتخب للجمهور كله، أنت بتنتخب لستين سبعين مليون مشجع. صحيح. يعني بالظبط، فدي مسؤولية أكبر. أه طبعا أكيد. عشان كده تتوقع ان الاقبال 26 يبقى كتير ان شاء الله؟ اتمنى، اتمنى طبعا. اتمنى اكيد. اكيد يبقى طبعا، تبقى حاجه كويسه جدا لينا كلنا حتى كمرشحين ان طبعا ان الاعضاء تبقى كتير جدا. ولامس التفاعل ده يا دكتور من خلال مقرات النادي وانت بتتجول؟ اه، الناس عايزه تنزل طبعا. الناس عايزه تنزل وتشارك، وما بحاولش اسال كتير انت هتنتخب مين ولا هتعمل ايه. احنا كلنا واحد، احنا كلنا في الاخر بنتنافس في خدمه النادي الاهلي. شايف الروح فيها الانضباط والجماعيه ديت بين كل الساده المرشحين؟ اه طبعا اكيد، مفيش اي حاجه الكلام ده مش بيبقى موجود جوه النادي الاهلي. في النادي بصراحه الاهلي مظبوط، ده كلام مهم جدا. لنموذج شاب اعتقد بيقدم